تأجير ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 في مصر، زوروا الويب سايت بتاع ماكرومانيا عشان تتعرفوا أكتر على طريقة التأجير والاشتراك، وما تنسوش تستخدموا الكود SK Production زي ما هو واضح قدامكم عشان تاخدوا ديسكاونت على اللعب اللي هتأجروها. السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، وتعالوا نتكلم مع بعض من خلال الفيديو ده عن اساسنز كريد سينديكيت. وطبعا احنا شفنا فيديو الريفيلينج امبارح، وعلى غير العاده وعكس اللي انا توقعته في الحلقه الاخرانيه من اي جي ان، الفيديو كان عباره عن 9 دقائق جيم بلاي من اللعبه نفسها، وشفنا يعني حاجات كتير ممكن نتكلم عن اللعبه نفسها. ومبدئيا يعني اللعبه من ناحيه الجرافيكس ممكن تكون نفس مستوى اساسنز كريد يونيتي، يمكن يكون في تحسن بسيط في الاضاءه، طبعا اختلاف شكل الهندسه المعماريه والكلام ده واضح لان دي دوله في فتره زمنيه مختلفه عن باريس في فتره الثوره الفرنسيه، دي لندن في فتره العصر الفيكتوري. لكن الاهم من كده واللي عاوز اتكلم عنه الجيم بلاي ميكانكس الجديده، وكذا نقطه عاوز اسلط الضوء عليها بالنسبه لحته انتظار اللعبه دي. يعني انتوا بالتحديد عارفين انا ممكن اتكلم عن ايه قدام. اولا اللي انا شايفه ان اللعبه بتاخد ممكن نقول نفس الاساس بتاع يونيتي وبتضيف عليه كذا حاجه جديده بالنسبه للسلسله نفسها، مش بالنسبه للفيديو جيمز بشكل عام. يعني الافكار اللي احنا قدامنا اول ما شفتها قلت باتمان اركم، هي فكره الجرابلينج هوك واستخدامه في الستيلز، يمكن يكون ده التغيير الاساسي وقريب شويه من باتمان اركم. اللي احنا قدامه يعني ان في محاوله بشكل كبير ان الستيلز ميكانكس تبقى معتمده على الوصول لمناطق باستخدام الهوك ده، وبعد كده تبتدي تستخدمه انك انت تصطاد الحراس وهكذا. اللي متوضحش برضو هل المهمات هيكون ليها طرق مختلفه انك انت تنفذها زي يونيتي ولا لا. يونيتي كان فيها مهمات ممكن تقتل الهدف بدون ما تشوفه قدامك، يعني عن طريق انك انت تسممه. والفكره اللي الواحد لاحظ بشكل كبير ان الكومبات في اللعبه ما عادش معتمد بشكل كبير على الهيدن بليدز والسيوف والكلام ده. معظمكم اكيد شاف ان اللعبه بقى الكومبات فيها بنسبه كبيره منه بالايد بدون اسلحه تقريبا. والصراحه انا شخصيا لما شفت الشكل ده من الكومبات ممكن اقول انه عجبني شويه، بس مش عارف ايه التغيير اللي بتضاف هنا. هل مثلا انك انت بتشيل تماما استخدام يعني حاجه اساسيه في السلسله زي الهيدن بليد في الكومبات بدل ما انت تطور عليه مثلا، اللي هيبقى ايه النظام الموجود في اللعبه هنا؟ هم ركزوا بشكل كبير على الكومبات، ما فيهوش اي نوع من انواع الاسلحه في ايدك. وصراحه الانيميشنز بتاعتها شكلها كان حلو، وانا عن نفسي شخصيا زي ما قلت عجبتني. الجديد بنسبه كبيره برضو على السلسله هو حوار العربيات او الحناطير اللي بتجرها الاحصنه واللي بتسوقها في الشارع وبتتنقل بيها من مكان للتاني. الاوبن وورلد جيمز يعني في منها كتير جدا كان فيها الموضوع ده، بس ما عدا اساسنز كريد طبعا ما كانش ينفع انك انت عشان الفترات التاريخيه اللي بتعرضها اللعبه والمدن نفسها من ناحيه المساحه انك انت تعمل فكره ان انت ليك عربيه تسوقها وقت ما انت عاوز، بس الموضوع هنا موجود بشكل حر، انت ليك العربيه بتاعتك او ممكن تسرق اي عربيه تانية في الشارع. دي حاجه المفروض مؤكده عشان ما حدش يكون فاكر انها حاجه تخص المهمه المعروضه في الفيديو وكانت حاجه سكريبتد شويه. اخر حاجه برضو الفيديو وضحها ان في نظام حرب عصابات، فكرني شويه بجي تي اي سان اندريس، بتحتل منطقه مع العصابه بتاعتك وتخش في معارك ضد العصابات التانية. وموضوع كان قريب برضو من فيلم جانجز اوف نيويورك، يعني كان شبهه شويه نسبة كبيرة. والحاجات اللي ما تمش عرضها في الفيديو هي كالآتي، ومن خلال الارتكلز اللي انا قريتها عن اللعبة وهكذا، ان اللعبه ما فيهاش اي اونلاين فيتشرز، حتى الكوب بتاعها تشال. يعني انا شخصيا مش عارف ليه الكوب تشال، يعني كان من الممكن فكره الكوب بتاع الجزء اللي فات كان يتطور ويبقى احسن. انا الصراحه كنت شايف انه كان فكره كانت يعني حلوه نوعا ما بغض النظر عن مشاكل الجزء اللي فات. وانا كمان ملاحظ حاجه ان بشكل كبير ما فيش اي محاوله لعرض فكره الاعداد الضخمه في الشوارع، حتى في الجانج وور في الاخر ما كانش فيه اعداد كبيره. ومش عارف هل فكره عدم وجود الكوب او اي اونلاين فيتشرز او الاعداد الضخمه من الناس محاوله تخفيف حمل على الانجن مثلا عشان ما تحصلش مشاكل زي ما حصل مع يونيتي، ولا هيكون ايه النظام؟ يعني بدل ما تحل وتتفادى الموضوع ده وتتفادى مشاكل الجزء اللي فات، بتشيل مثلا المميزات عشان تخفف حمل وتخلي تطوير اللعبه ما فيهوش كم كبير من الشغل. بس بشكل عام وبمناسبه يعني اساسنز كريد يونيتي، بما ان احنا جبنا سيرتها زي ما قلت في الاول، اللعبه هي بنسبه كبيره يعني اساسنز كريد يونيتي بشويه حاجات جديده. وده يخليني اتاكد من نقطه مش فاكر انا قلتها على الشانل ولا لا، وهي ان يونيتي هي القالب اللي تقريبا هنشوفه بيتاخد في الاجزاء اللي جايه وبتضاف له وبيتعدل عليه شويه حاجات. يعني ممكن اقول لكم ان اي تغيير هيحصل بين جزء والتاني زي التغيير ما بين 4 ويونيتي
مش هيتشاف لمدة كذا جزء قدام، وده يعني من مشتقات الميلكينج عموما، وده اللي بيحصل في السلسلة من زمان. يعني الجزء الثاني اتحلب منه براذر هود وريفيليشنز، والجزء الثالث اتحلب منه فور وروج، او ممكن نقول بداية كل انجن جديد بيتحلب منه لعبتين ثلاثة مثلا كام سنة ورا بعض. يعني سيندكيت ولعبتين كمان هنشوفهم قدام هيكونوا بنفس الانجن، بنفس الجرافيكس، 80% من الانيميشنز والافكار في الجيم بلاي، وال20% الباقيين يعني افكار جديدة زي اللي احنا شفناها في التريلر ده. ده بشكل عام توقع الشخصي بالنسبة اللي ممكن يحصل قدام مع سلسلة زي Assassin's Creed. انا شخصيا قدام تريلر معمول حلو الصراحة Assassin's Creed Syndicate، هو متفصل ومعمول عشان يبقى تريلر حلو ويعجب الناس من اول فرجة، وده نفس اللي حصل مع يونيتي السنة اللي فاتت. يعني يوبيسوفت عندهم ماكنة دعاية وماركتينج يعني الصراحة 10 على 10، بيعرفوا ان هم يلفتوا انتباه الناس باي شكل من الاشكال. واللي حصل مع يونيتي السنه اللي فاتت يعني كان نفس الكلام، كل التريلرز بتاعتها والوعود اللي كانت بتطلع من الديفلوبرز طمنت ناس كتير من ناحيه اللعبه. كان صعب الصراحه ان الواحد يطلع اي مشكله من اي تريلر، بس للاسف انتوا عارفين ومش محتاج اقول لكم يونيتي كان فيها ايه من مشاكل ومصايب حصلت يعني وقت نزولها. التريلر اللي احنا قدامنا ده صحيح مشاكله قليله ممكن تتحل مع الوقت لو التطوير تم بشويه ذمه زي الاي اي مثلا. انا شخصيا ما عجبنيش الاي اي في التريلر ده، حاسس ان هو كان غريب شويه او غبي من الاخر، وشويه جلتشات ظهرت في خلفيه الاماكن لو حد ركز فيها شويه. واللي انا عاوز اقوله لكم ما ترفعوش درجه الحماس لناحيه اللعبه دي بشكل يعني كبير، احنا لسه ما شفناش منها حاجه. الفيديو اللي قدامكم ده اكيد 100% بيلد او حته من اللعبه عباره عن كام كيلو متر مربع من اللعبه معمولين عشان خاطر الفيديو ده بس. الافكار اللي مطروحه كويسه، بس في حاله اساسنز كريد واللي شفناه السنه اللي فاتت يخليني اقول لكم يعني اقول لاي حد متحمس للعبه خلي عندك شويه حذر حتى لو من جيم بلاي تريلر نازل للعبه قبل ميعاد نزولها باسبوع. في بعض الناس انا عارف انها ممكن تقول لي يعني يوبي سوفت مستحيل انها تكرر اللي حصل السنه اللي فاتت، والموضوع يعني لو ده اتكرر السنه دي يعني هيبقى بالنسبه ليوبي سوفت عباره عن انتحار رسمي، يعني بيحمروا المسدس وبيحطوا في بقهم. بس الواحد يعني نوعا ما نفسه يشوف في سيندكيت حاجه تكون يعني ثوريه شويه، حاجه تكون افكار جديده او افكار حلوه. يعني ما لقيتش نفسي في الاخر ان انا قدامي عباره عن حاجه زي فيلر مثلا ما بين جزئين او ما بين مثلا فترتين في السلسله ذات نفسها. يمكن انا شخصيا ما عدتش بتحمس للعبه كل سنه بسبب ان القصه بتاعت السلسله دي بقت يعني ممكن تقولوا مسخه شويه، ده رايي الشخصي، وانها بقت مشتته، وللاسف الاصدار السنوي هو السبب، وبقيت يعني بشوف هو ايه الجديد في الجيم بلاي. يعني اتمنى ان اللعبه تكون يعني حلوه، ويعني يا ريت تقولوا لي رايكم بالنسبه للعبه. يعني انا عارف ان بعضكم ممكن يتكلم عن نقطه حتة الانتظار للعبة وان الناس تبقى متحمسة وممكن يعني يبي سوفت تغلط نفس الغلطات السنة اللي فاتت والكلام ده، بس انا عاوز اعرف رأيكم بشكل كبير ناحية الافكار الجديدة الموجودة في الجيم بلاي. دي النقطة بتاعت النقاش ذات نفسها اللي احنا عاوزين نتكلم عنها، ورب يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله هيكون في فيديو جديد من الفيديوهات بتاعت زويتشر اللي انا ابتديتها امبارح. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.